محبوبة العرب وأول واحدة فازت بلقب أرب أيدول، الفنانة كارمن سليمان رجعت تلفت الأنظار من جديد يوم عيد ميلادها مع أختها حنين سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد اللي اتجوزوا من حوالي 3 سنين وأنجبت منه ابنها الوحيد زين. مصطفى جاد احتفل بعيد ميلاد زوجته كارمن 26 في حفلة عائلية بسيطة في البيت، ونشر صورة ليه معاها على حسابه على انستجرام وعلق عليها: كل سنة وانتي طيبة يا حتة مني، يا سر سعادتي وقوتي، ووش الخير عليا اللي جاي حلو ونجاح وسعادة بعون الله، بحبك يا كركشتي. وردت كارمن سليمان على مفاجأة جوزها ليها في عيد ميلادها بفيديو صغير ليهم مع بعض نشرته على حسابها على انستجرام وعلقت عليه: ربنا ما يحرمنيش منك يا أغلى الناس، وشكرا على المفاجأة الجميلة اللي عملتها لي عشان عيد ميلادي، وإن كان موجود كل الناس اللي بحبهم، وشكرا لكل الناس اللي هنتني بعيد ميلادي، ربنا يخليكوا ليا. ملحوظة، أول مرة بقى أطول منك. أختها حنين سليمان فانتشر مقطع فيديو طريف لكارمن وحنين وهم بيرقصوا مع بعض، واللي نشر الفيديو ده هي كارمن بنفسها على حسابها على انستجرام وعلقت عليه: الإخوات الهبل رزق. وحقق تفاعل رهيب في وقت صغير، 500,000 مشاهدة بعد ساعة واحدة تقريبا من نشره. ولكن الغريب ان مش رقصهم مع بعض اللي لفت الانظار في الفيديو، اللي لفت نظر الناس واثار التساؤلات هو الشبه الكبير جدا في الشكل بين كارمن وحنين، وده خلى الناس تسأل في التعليقات مين فيهم كارمن.